السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة حول الصيام والصحة، كيف نعد نظاما غذائيا متوازنا لنحافظ على صحتنا البدنية والنفسية والروحية في رمضان. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، وجعله موسما للعبادة، فيه الصلوات وفيه الصيام وفيه التهجد وفيه تلاوة القرآن، لأنه شهر رحمة ومغفرة ورضوان. ولكن أيضا لا ينبغي أن نغفل أن رمضان هو شهر للحفاظ على صحتنا البدنية وأيضا صحتنا النفسية والروحية، وهذا يقتضي منا أننا نلتزم بالآداب النبوية في الطعام والشرب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نلتزم بآداب معينة حتى نتعود على الصبر ونتعود على قوة التحمل، وحتى نكون ضابطين لأنفسنا، قامعين لشهواتنا، وأيضا متقين لربنا. فإننا إذا التزمنا بالمبادئ النبوية الشريفة في الصيام، خصوصا أننا نتجنب الإفراط في الدهون والحلويات والأطعمة الثقيلة، سنخرج في نهاية الشهر رمضان بنتيجة طيبة، نكون في غاية الصحة والسعادة. من الآداب الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أولا أننا إذا جاء وقت الإفطار نعجل بالإفطار، أوصى بالتعجيل بالإفطار، فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن كيف نفطر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا إذا أفطرنا فلنفطر على التمر، هذا ما جاء في الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. لماذا هذا المنهج في الإفطار؟ أننا نبدأ مبكرين بالتمر وبالماء، لأن الجسم البشري بحاجة إلى مصدر سكري سريع ومحتاج إلى الماء، والتمر والماء يحققان هذا الهدف، يدفعان الجوع والعطش، خصوصا لما تكون المعدة ديال الصائم والأمعاء ديالو كتكون خالية، فهذا قد يساعد على امتصاص السكري بسرعة كبيرة. قد يتساءل سائل: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبدأ بالإفطار بهذه الأطعمة على التمر والماء دون سواهما؟ هل لأن البيئة الصحراوية التي كان يعيش فيها كان موجود فيها التمر، وهي حارة جدا محتاج الإنسان إلى الماء؟ ليس كذلك، بل المتبين بأن وخيك الإنسان في بيئة باردة هو محتاج إلى هذا النوع من الطعام، إلى التمر اللي هو مصدر سكري سريع الهضم، وهو من المواد الغذائية التي تساعد الإنسان على أنه يسترجع قوته، والماء يقوم بالتوزيع، توزيع المادة السكرية، هذه المادة تتوزع على بقية المعدة والأمعاء الخالية، والإنسان بسرعة يستعيد قوته. من السنة أننا نفطر على مرحلتين، لابد أن نفطر على مرحلتين. المرحلة الأولى هي كنبداو بها بالتمر والماء، ثم
نتوقف لنذهب للصلاة، لابد أننا نعجل بصلاة المغرب. وهنا العلماء يقولوا بأن الإنسان المرحلة نخصه واحد الفاصل تقريبا 5 دقائق على الأقل 5 دقائق، وهذه حكمة ربانية حتى لا يمكن أننا نفاجئ المعدة بكميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة وبسرعة. هذا يؤدي إلى حدوث عسر في الهضم ويؤدي إلى انتفاخ المعدة. فلا بد أننا نقوم بمرحلتين، نأخذ الماء والتمر، نمشي ونصلي المغرب، نبقوا على الأقل واحد 5 دقائق، واللي مشى للجامع راه عنده أكثر، عنده خطوات لله إلى المسجد ثم يعود، هذا أفضل. ولما يعود يجلس على المائدة أنا ذاك غادي يكون الحمد لله إنسان مستعد لكي يأكل على راحته. ومن السنة أيضا أن الإنسان يختار لنفسه غداء صحيا متكاملا، غداء متنوعا. ربنا عز وجل خلق الخير الكثير، ولا بد أننا نأكل واحد المجموعة دي المواد اللي ربي عز وجل خلقها فضلا منه وإكراما. فبالإضافة إلى الماء والتمر، هناك الحليب، هناك المشتقات دي الحبوب، هناك البيض، هناك الخضروات والفواكه، هذه كلها مهمة. الخضروات والفواكه لها أهمية كبيرة في تحريك الأمعاء وتسهيل عملية الهضم والتقليل من الإصابة بالإمساك. ثم طبعا اللحوم والأسماك والدجاج، كل هذا كله مفيد للجسد، كل ما خلقه الله تعالى هو مفيد للجسد. لكن أين يكمن الخطر؟ الخطر يكمن في أن الإنسان يفرط في الطعام. هذا هو التنبيه الأساسي الذي ينبغي أن ننبه إليه أنفسنا. الإفراط في الطعام هو الخطر الذي يهدد الناس. فكما تعلمون جميعا أن من أعظم المهلكات لابن آدم هو شهوة البطن، وبسببها أبونا آدم عليه السلام خرج من الجنة. ربي قال لي عز وجل لا تقرب هذه الشجرة، فيها طعام، فيها ثمرة، فأكل منها. فلما أكل منها هو وأمنا حواء، ربنا أخرجهما من دار القرار إلى دار الافتقار، وبدت لهما سوءاتهما. وهكذا البشرية حتى في زمن الجاهلية وقبل الإسلام كان الاعتقاد السائد أن كثرة الأكل هو أمر جيد. والناس في الجاهلية كانوا يأكلون بشراهة، كانوا يتباهون أيهم يأكل أكثر. لكن لما جاء الإسلام لم يقرهم على هذه العادة السيئة، وبين لهم بأن الإفراط في الطعام هذا كله مضر. حينما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد قاعدة طبية رائعة يقول فيها الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة في كتاب الله تعالى جمعت علم الغذاء كله في 3 كلمات: كلوا واشربوا، يعني كل ما خلقه الله تعالى لا تحرم نفسك منه، لخلق الله طعام طيب كل منه، طعام وشراب طيب كل منه، خذ راحتك، هذه نعمة وهذا كرم، لكن بشرط لا تسرف في الطعام. هذه القاعدة العامة، اللي ما فهمش قواعد التغذية يكفيه هذه الآية، تكفيه أنه يأكل مما عجبه ويشرب مما يشتهي، ولكن لا يسرف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويصدق هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من وعاء بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الحديث النبوي الشريف هذا هو قاعدة أساسية في علم التغذية. احتقل العلماء أنه أصل جامع لأصول الطب كلها. قال أحد الأطباء الإسلام القدماء، قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطرت دكاكين الصيادلة. يعني مجرد أننا نطبق هذا المبدأ
الوقائي في الحديث النبوي الشريف، سبحان الله الشفاء تام. انظروا إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وعاء، هذا تأكيد على أنك لما تملأ بطنك طعاما وشرابا هذا شر. ولا بد أن نقتصد في الطعام وعدم الإسراف، لأن الإنسان يكتفي بلقيمات حتى لا تسقط قوته وتضعف معها، لأن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشرب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وهذا يعرض له الكرب والتعب كأنه يحمل حملا ثقيلا. ثم الإنسان لما يقلل من الطعام هذا في منافع كثيرة، يؤدي إلى رقة القلب، بل ويؤدي إلى قوة الفهم، ويؤدي إلى انكسار النفس، ويؤدي إلى ضعف الغضب. إنسان كلما قلل الطعام يمتاز بهذه النعم، أن عقله يكون متوقدا يفهم بسرعة، قلبه يكون رقيقا في الحنان، نفسه تنكسر ما كيبقاش في الغضب. ولكن لك لا كثير يكون معرض للغضب، معرض لقسوة القلب وضعف الفهم والإدراك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كثيرا يتعودون على أنهم لا يشبعون إلا القليل. تقول أمنا عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من خبز 3 ليال تباعا حتى قبض. يعني كان جل حياته كان يأكل قليلا. ولما يأتي الصيام، الصيام هو يعلمنا نحن الذين نجد الطعام بوفرة في بيوتنا وعلى الموائد ونأكل كثيرا، يأتي الصيام ليعلمنا أن الإفراط في هذه الأكلات الكثيرة الغنية بالدهون وغيرها هذه تؤدي إلى 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 إيذاء الصحة. فلا بد أننا نصوم، ولا بد أننا نتبع هذه الوصايا النبوية الشريفة. فبعد أن نفطر على تمرات وعلى حسوات من ماء، ثم نذهب للصلاة لأداء المغرب، ثم نعود للمرحلة الثانية، نأكل ما يسر الله تعالى وننوع من خضروات وفواكه وحليب ولحوم وغيرها من الحبوب وغيرها، هذا كلها مفيد للجسد، طاقة للجسد حتى يستعد للعمل. علينا أيضا أننا نتجنب النوم بعد الإفطار، لأنه عادة الإنسان يكون متعب في النهار، ولما يفطر يشعر بتعب شديد، فإذا نام نوما عميقا هذا يؤدي إلى الكسل وإلى الخمول. لهذا إذا كان لا بد أن ننام تكون قيلولة خفيفة جدا نستعد بها لكي نلتزم بصلاة التراويح مباشرة بعد الإفطار. عندنا عبادة التراويح، وهذه التراويح هي مهمة للغاية، لأن الإنسان لما يصلي فهو يقوم بمجهود بدني بسيط ولكنه منتظم الإيقاع. كاين بعض الناس مباشرة بعد الإفطار كيمشيو للسال دو سبور، كيمشيو يلعبوا الرياضة، كيديروا واحد المجهود قوي. ولكن في التراويح المفروض أن الإنسان يؤدي مجهود بدني لكن يكون بسيط، ما فيش قوة، ويكون منتظم الإيقاع. وهذا هو ما في صلاة التراويح، هناك حركات الركوع والسجود. المصلي لما يصلي يضغط على المعدة، يضغط على الأمعاء، وهذا يؤدي إلى تسريع عملية العظم، وإنسان أنه يكون بعيد عن التخمة، وبذلك يشعر الإنسان براحة القلب وسكينة في النفس، ويتخلص من القلق والتوتر العصبي. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيبشرنا بالفرحة، أننا إذا اتبعنا نظام غذائي متوازن في رمضان كيبشرنا بالفرحة. للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأنه إذا اتبع الخطوات النبوية البسيطة فإنه يشفى من الأمراض الباطنية الناجمة عن أسباب نفسية أصلا. أيضا من الوصايا الصحية في رمضان أن الإنسان يحرص على أنه لا يدخن. الناس اللي هما مبتلون بالتدخين هادو هما معرضين لمصيبة عظيمة،
فالتدخين هو فيه مضرات كثيرة، والعلماء كثير منهم أفتوا بتحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كقلنا قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار، ورمضان هو فرصة للإنسان أنه يتوقف عن التدخين ويقلع عنه إلى غير رجعة. للأسف كلقوا بعض الناس بعد وجبة الإفطار كيخرجوا للمقاهي والأماكن العامة، ثم كيكون تناول شيء أو قهوة ويكون مدمن على التدخين، سجائر سجائر سجائر، يعني أنه لا ينتفع بصيامه، رغم أنه تمكن أكثر من 13 ساعة في اليوم أنه يتخلص من من التدخين. ما دمت أنك استطعت أن تنتصر على نفسك في رمضان هذه المدة كلها أثناء الصيام لم تتناول سيجارة واحدة، فزيد في ذلك وأقلع عن التدخين إلى غير رجعة. أيضا من الوصايا الطيبة هي أن الإنسان يحافظ على السحور، فإن السحور بركة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا السحور مفيد ولو كان قليل، لأنه يمنع من حدوث الصداع، الصداع ديال الدماغ بالصباح إذا كان الإنسان واكل السحور كي عنده مانع من حدوث الصداع، ويمنع من الشعور بالعطش الشديد، فلا بد أن نأخذ سحورا ولو بسيطا. ثم إن النبي الكريم كان يأمرنا بأن نؤخر السحور، يعني من نأخذ السحور مع 12 ليل أو 1 ليل حتى يقرب الفجر بحوالي نصف ساعة تقريبا، لهذا كان يقول ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، ما تزال أمتي بخير، لكن الأمة إلى ضيقت الوقت على الإفطار وعجلت السحور ما بقي خير والعياذ بالله. فوجبة السحور هي مفيدة، وينبغي أن تتوفر على أطعمة سهلة الهضم بحل اللبان والزبادي والخبز والعسل والفواكه، هكذا مواد لي خفيفة. وفي الحديث أن بلال كان يؤذن بليل يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان الصحابة عندهم واحد الأذان أولي كيكون تنبيه على أنهم عليهم أن يتوقفوا عن الأكل، والأذان الثاني هو الأذان ديال الصلاة، يعني والمدة بينهما قال واحد الصحابي حوالي 50 آية، 50 آية تقريبا حوالي 10 دقائق، ربع ساعة إلى 10 دقائق قبل الأذان كنكون ديك الساعة استعدت من انتهيت من 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 سحوري. هذه الترتيبات اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ستساعدنا على الحفاظ على صحتنا البدنية، ونضيف إليها واحد المسألة ثالثة أو أخرى، ما هي؟ وهي أننا ندعو الله تعالى كثير العافية في رمضان، ندعو الله تعالى الشفاء، لأن أجسام البشر في الظرفية الرهنة أصبحت معرضة للأذى. احنا جميعا بعد ان تعرضنا الى زمن الكورونا ولا الصحه ديال الانسان الصحه ولات هشه، الناس ما بقاوش اقوياء كما كانوا ايام زمان واحد 30 40 سنه كان الانسان اكثر قوه منا، عنده مناعه بدنيه نفسيه روحيه قويه، كان ياكل قليل ويتحرك كثير. احنا الان الطعام ديالنا معلبات وقله الحركه ووفره المنتوج، هذا يؤدي إلى الأمراض. ثم الحالة النفسية اللي هي أساسية، المناعة النفسية مهمة باش الإنسان يكون قوي. احنا كنلقاو المناعة النفسية عند البشر اليوم صارت ضعيفة، كل البشر صار قلقا صار مضطربا. الناس أيام زمان واحد 30 40 عام كانوا نادر أنهم كيتقلقوا كيتعصبوا، نادر. اليوم يعني أقل شيء الإنسان معرض للعصبية، معرض للنرفزة، الخصامات والخلافات في الأسرة في الشارع في العائلات في ميدان العمل. لهذا الإنسان خصو يتبع هاد الوصايا النبوية ويسأل الله تعالى العافية. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وإحنا في رمضان مهما قصينا من الجوع والعطش أو الصداع عدنا أجر كبير غير محدود، عدنا أجر عظيم. ثم سيدنا النبي قال لنا صوموا تصحوا، لما نصوم نحافظ على الصحة البدنية ولكن أيضا كنحافظ على الصحة النفسية. الصحة النفسية كنشعر بتهذيب النفس، كتصبح عدنا الإرادة والعزيمة
والقدرة على ضبط الشهوات ماشي اللي بغيناها كناخدوها، لأن من قبل ما كانش عندنا فرامل لتشهات النفس نمتد إليها، ولكن مع رمضان يعلمنا كيف نقوي الإرادة والعزيمة على أننا لا نغضب ونضبط الشهوات ونتحكم في سلوكاتنا. وأيضا في رمضان يساعدنا لتنمية الضمير، الضمير ديالنا كيعود حي، ونتزود بالصبر، الصبر. ثم لما نصوم أيضا هناك تنمية الدوافع الإيمانية والأخوية في الرحمة وحب الفقراء، هذا كله يساعدنا على تحصيل المناعة النفسية. يكفي أن النبي الكريم قال في هذا المجال: الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم قائم، إني امرؤ صائم صائم صائم. لماذا؟ لأن هذا كيعلمنا ضبط السلوك، وكيعلمنا التحكم في المشاعر وضبط الشهوات، فهذه كلها نعم كثيرة. حتى إن هناك دراسات أثبتت انخفاض نسبة الجريمة بوضوح في البلاد الإسلامية خلال شهر رمضان. كل البلاد الإسلامية اللي فيها الصيام يلاحظ هناك انخفاض في نسبة الجريمة ونسبة الصراعات بين الناس، يقول الحمد لله الناس آمنين مطمئنين. فنحن أيها الأحبة الكرام في هذا الشهر الفضيل، هو شهر للتغيير وشهر للتجديد، كما الحج. الحج هو فريضة صعبة وفيها كلفة غالية، وفي الحديث بأن الإنسان من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وتأمه، هذا من حج. كذلك من صام رمضان إنما من احتسابا خرج من ذنوبه كيوم وتأمه. فعلينا أن نستثمر هذا الشهر الفضيل للتغيير وللتجديد، وطبعا بالإضافة إلى الصحة البدنية والصحة النفسية كان نكسبه في رمضان على صحة روحية. الصحة الروحية لما نحافظ على الصيام وعلى قيام الليل وعلى تلاوة القرآن العظيم وعلى الذكر، هذا كله نتدرب عليه فنكتسب طاقة روحية، وبذلك يوقع علينا واحد التكامل. الإنسان اللي كتشوفه بأنه متكامل عنده صحة نفسية وصحة بدنية وصحة روحية بالإضافة إلى صحة عقلية. رمضان هو سبحان الله العظيم مدرسة، وهو أكاديمية يعلمنا أننا نشفى. حتى قال واحد العالم ألماني، قال: للأسف أيها المسلمون، إن جسد محمد عندكم وتعاليمه عندنا. هالتعاليم دي محمد في النظام الغذائي للحفاظ على المناعة النفسية والعقلية والبدنية والروحية هي عندنا نحن في الغرب. فهذا الصيام نعمة كبيرة أيها الأحبة الكرام. الأيام تمضي بسرعة، علينا أن نستفيد منه، نتعلم فيه رياضة الهدوء والاسترخاء وضبط الثورة النفسية التي لا دواء لها سوى الرضا والاستسلام لمشيئة الله تعالى، لكي نكون متسامحين مع أنفسنا ومع الناس. هذا الشهر الفضيل هو نعمة كبيرة، لكن للأسف احنا كنلقاو من الأمور المذمومة أن رمضان لما يأتي كنلقاو معه زيادة الاستهلاك وزيادة في الأكل والشرب والتسوق، يعني كأن الناس يتهافتون على كل أنواع الأغذية وبكميات كثيرة، حتى يخيل إلينا أن شيئا ما سوف يقع، وكان المفروض أننا نأكل قليل جدا. وهذا الأمر كنلاحظوه على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي كنلقاو مجموعة ديال المنصات كيقدموا وصفات خاصة برمضان فيها أنواع الأطعمة والأشربة، كلها تساهم في هذا الإسراف في المأكل والمشرب، وهذا كله ربما قد يسيء إلى صيامنا. فعلينا أن نفقه الصحة في رمضان. رمضان هو يزيد من قوة الإيمان ومن قوة البدن ومن قوة النفس، فهو ليس فقط امتناع الطعام والشراب، ولكنه أيضا امتناع عن العدوان والشهوات وميول الشر، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى فيه فضل عظيم وكريم. أيها الأحبة الكرام، لن أطيل عليكم، سوف نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم. أرقامنا كالعادة هي
22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 88 46 72 50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفضل ونحن سعداء باستقبال مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من الرباط مع أخينا السي حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله مولاي. أمين حاجك لي بخير مزيان. بارك الله في سيدي حسني. الحمد لله كل شيء بخير. ولله الحمد أخويا. أواشك مبروك عمي الحاج، وفرحنا فرحت بزاف من قبل الخط 4 سنوات وأنا كندير ماراطون باش نوصل الخط ديالك سبحان الله من يوم وفق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله أخويا، الله يسمح لنا منكم. الله يعشر خطواتك مولاي، الله يحفظك ويرعاك ويبارك، جزاك الله ألف خير. الحمد لله ربي وشكره مولاي، جزاك الله ألف خير. الحمد لله. عمي الحاج قلت لك دعا معايا، غادي نعطيك واحد النموذج من القصه ديالي، راه جيت نلعب القصه نتاعي كامله، ربما غادي نديرش البرنامج كامل وبغيتك تصنف لي مزيان. الله يحفظك عمي الحاج. مرحبا مولاي تفضل. وحتى انا مكفوف. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا مساعده ماديه، ما باغي لا بورتابل، ما باغي حتى شي حاجه، باغي غير الدعوه ديالك فقط. الله يحفظك مولاي. ديال الوالدين، انا عشت بدون والدين. لا اله الا الله. يعني مده 12 كنت متمنى عند واحد الناس مده 11 سنه 12 عام. ما شاء الله. هذوك الناس ما كان التعامل تاعهم خايب، ما كانش معايا، ما تيقريوك، ما عطاو حتى شي حاجه، لا عطف لا حنان لا حب لا وئام لا حتى شي حاجه، ما كاين داك الشيء كاع كامل. اضطريت نخرج منهم فضلت نمشي في المنظمه. اي المنظمه العلويه اللي راه المكفوفين. واه. انا واحد السيد كان رشدني قال لي تبقى هكاك، راه كاين واحد المدرسه تاع المكفوفين غادي نديك ليها تقرا، قلت له جزاك الله خير، لا خرجتيني من هنا بحال خرجتيني من جهنم. لا اله الا الله. المهم استمرت حياتي في هذيك المنظمه حتى وصلت للباك. عشت مزيان بخير تما، كان المبيس كان الماكله كان الشرب، ولكن الهدف كامل ما كاينش الماكله ولا الشرب ولا الملبس، باغي نقرا، باغي ندير شي حاجه في حياتي، باغي نوصل لحاجه تكون في يدي. راك عارف من حاجه ما كيشوفش، راه صعيب باش يعيش بوحدو او يعيش مع الناس. راه ما دري كان ماليش تلقى لا ريزالك بزاف، واحد ريزالك واحد النهار يتاك واحد النهار تلقى مساعده من الناس، ولكن واحد النهار ما تلقى والو. والسن تاعك تيكبر والزمن كيطول والحياه كتمر. هنا والعائله ما كايناش. نعم؟ والعائله ما كايناش. ما كايناش بوحدك، دابا حاليا عايش بوحدي بوحدي. لا اله الا الله. تصيب راسك خدم بوحدك تهي بوحدك. واللي بغيت ندعي معايا نلقى الوالدين عيت ما نبحت عليهم، عيت 31 سنه وانا كنبحت عليهم بدون جدواها. الناس اللي عندهم فيهم ميسورين ما كيعطيوش الخيط كاع كامل، ضروري بقوه رحيم باش كنمشي عندهم كنطلبهم شنو عطيني الوسائل الخاصه باش نوصل، غير شي باب من الابواب ندخلو باش نرتاح من النور. ما دريكا والو بدون جدوه في الخاصه في درت امر لله وكحس بالارتفاع وثبات المشوار القرايه ديالي، والحمد لله دابا مزيان داخل الحمد لله. دابا شي حوايج ما كنتش كنوصل لهم دابا كنوصل لهم، شي حوايج ما كنتش كنمشي لهم ربما دابا حاليا بحال كتشرب شحال الماء، بحال كتشرب شحال كتبقى سهله. اما انا لا اله الا الله، عشت تكرفيص، عشت ازمه، عشت ظلام، عشت في جوع، عشت في قهره، عشت في ذوك الحوايج. ورغم ذلك ما كنتش كنحمل نمد شي واحد باش واحد يقول لي مسكين. اما لا اله الا الله. كنحمل واحد مسكين ما كيشوفش او مسكين نساعدوه، لا واخا كيبغي يساعدني نقول له لا. عندك الكرامه. نعم؟ كتعزز الكرامه اللي بالداخل ديالك ما كتخليش دير هذا الامر. ما بغيتش نولفها كعاده. انا كنعرف الناس قرا معايا مكفوفين، قرا معايا دابا دراسونسيال دابا حاليا، ورغم ذلك كنخرج كنسمعهم في الشارع كنقول كتقهوى كيدوزو معايا كيطلبوا تنكحظ الله ما تبغيش نهضر معاهم باش ما نألمهمش. يعني ما بغيتش نتحرك الموسم اللي طاحوا فيه هما. علاش؟ الانسان باش كيفك راه صعيب الانسان باش يفقد البصر ديالو، صعيبه صعيب بزاف. صعيب باش تفقد يدك، تفقد عقلك هو الاخر تفقده، ولكن هذا هو البصر صعيب باش تفقده. اصعب اصعب حاجه في الانسان يفقد بحال شي طوموبيل غادي بلاصتو. يعني صعيبة معرض للخطر، اي معرض للخطر، هذا مثال واضح. بصح هذا هو المشكل، راه ما دايرين كتاب بغيت كدعي معايا غير نلقى الحل هادشي كامل. وعندي واحد الطلب بسيط بسيط. الاخت حنان من الوزان حتى هي مسكينة خفيفة وما كتشوفش. نعم. احنا الحمد لله احنا ولاد قد قدرنا نستمروا الحياة ديالنا وقدرنا نوصلوا، واخا ما قدرناش نوصلوا ولكن وصلنا بسيط علينا. يعني ما استسلمتش الحياة، ولكن ديك البنت راه ما كتشوفش ودابا تصرت ما تفقر الدم. علاش؟ كل مرضها فقد الماء، راني كيخطاها من الدار الماء
كتمرض كطيح واحد الطيحه ما تصورش على المنهاج هذا ما عاودت لي السكينه والله الا كتقطع في القلب انا كنتمنى اي واحد يزورها ويشوفها ويشوف الحاله نتاع اللي كتعيشها والمعاناه نتاع اللي كتعيشها اكثر صعبه 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 وكل واحد من عنده عينه يغمض عينه ويمشي في الطريق غادي يلقى صعبه ما باكي تعيش في ظلام في ظلام ظلام وسكن الظلام عايش فيه انا كنتمنى اي واحد كيسمع وبغى يتعاون مع الحاله هذه ولا بغى يمشي يشوف الاصل يشوف يشوف الحاله نتاع الاجتماعيه كي دايره الحاله الماديه نتاعها كي دايره الحاله الاجتماعيه المعنويه السطحيه كل المعنويات عندها باطله ما عندها والو لا شيء راه كتجي اختك من بعيد من طنجه يا توصلت معها الماء وتمشي ولا الحاله فاش تيخوان الماء ما عندهاش الماء راه كتحطم ما كتلقى باش توضى باش تغسل الكاس ولا خرب الشرب ما كتلقى وحتى الناس اللي محسنين ما كيعاونوهاش ما كاينش يد الرحمه او قول بالرحمه تما اللي يساعدوها بتيو ويديروا فيك السقايه ويجروا الماء حتى لعندها وتعمر الملك فيها ما كايناش ما لقاتش ما لقاتش شي قلب حنين اللي توصل لك شي حنان باش توصل ديك الطريقه نتاع الماء توصل راك خلقنا من الماء كل شيء حي حنا باش نختارنا ذات الماء نموتوا ولكن هي شنو ما كتشوفش راه ما كتشوف باش تقرا انا قالت لي باش نمشي للمريض وسط الماء إيه باش نوصلو للدار كنجي في الميطار ديال الماء مع كتلقاف وكتعثر وتميل هكا وتميل هكا الماء كيخرج كتوصل كيطو ديال الماء في الدار داك الميطار شنو غيدير لها؟ شنو غيدير لها؟ صعبة توضى به توضى به طيب به تدوش به تصبن به شنو غادي دير؟ حنا خصنا نشوفو هاد الحالة الاجتماعية هادي حنا ما كنطلبوش مساعدة مادية أو كنطلبو ربما بورطابل أو كنطلبو شي حاجة ديال الدنيا كنطلبو شي حاجة تكون جارية على الاباد الى اليوم اليوم لقاء بين اي نعم هذا هو المشكل اما الحياه نتاع حنان صعبه وكنتمنى من حد تواصل معها نعم تواصلت معها نعم تواصلت معها مع الاخوات ديالها تواصلت معهم الحمد لله بات واحد المساعده متواضعه ولكن خبرتني بان عندها فقر الدم وعندها حاله صعيبه صحيه فقر الدم من الحاج راجعها من اكتئاب ديال الماء راه الماء كتصدم كتحطم وتصيد ما كيشوفش ما عندوش الماء انا واحد تنهضر معاه في التليفون قالت لي حسني شي حاجه دارت على يدي وهي ما شافتش حتى شي حاجه دارت على يدها واش بخوشه واش عقرب واش شي مصيبه كان الله يستر او شي حاجه راه صعبه كتعيش واحد الظروف قاهره حتى خوتها اللي جلسوا معاها تما عندهم مسؤوليه عندهم التزامات عندهم مشاكل خاصه عائليه في الدار صعيب باش يجلسوا معاها في الدار ولكن هي كتلقى مشكله من الحاج راه مشكل كتلقاه صعيب 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 وهي ما كتبدل شي حاجه كتطلب غير يكون عندها نقطه الماء فقط باذن الله تعالى باذن طبعا. الله سبق لي تواصلت مع بعض الناس من اهل الخير باش انهم يوجدوا لها شي طريقه ديال الماء وكذلك المساعده الماديه باذن الله قريبا ان شاء الله يا رحمن يا رحيم سي حسني بغيت نعرف مولاي المشكل ديالك ديال الوالدين ديالك نعم عمي غنبقى اي واحد الحاجه من المصدر كتشرح لي القضيه المعنيه نتاعها انا من الصغر كنحب صوره الطه صوره الضحى اها يعني نعم. ما درت تخيل ما كنصلي الصورة هي الكرسي كنلسان ديال تيخرج الضحى نقرا اي صورة كنخرج افكار الضحى وممكن نقراها عليك لكن ممكن اي تفضل مولاي تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا ونزل القرآن على عبده ليكون للعالمين
الإسلامين نذير. وبلغ رسوله الكريم الذي أغسلته إلى الجن بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله سي حسني، جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير. الله يرحم الوالدين. وبغيتك سي حسني على قبل الوالدين ديولك، إلا كنتي بغيتي دير لهم واحد النداء باش ربما يتعرفوا عليك أو تعرف عليهم، إلا عندك شي معلومات أو عندك شي أي إشارات ممكن إن شاء الله تعاود تواصل معنا وتقولها لنا. من الحاج كنطلب كل من كيسمع وكيعرفوا وكتكون قريب لهم بزاف 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 يتواصل معهم يعطيهم واحد البصمة. وأي بغاو رقم التليفون ديالي هو عندك، هو غادي يدخل عند خويا سامي. وأي واحد بغى يتواصل معايا ألف مرحبا به، ولكن في محبة خير في تواصل خير. ماشي غير قدنا بحال هكا ويقول لك انا كنعرفو نتواصل تبقى يحمق لي بحال هكايا او ربما يزعجني. لحقاش كنحس بواحد الحزن ملي كندخل للدار تكون بوحدي، ملي كنكون في الخدمه او تنكون في الزنقه او تنكون في المارشي او تنكون عبر الطرق كننسى العالم كامل. ولكن عمي الحاج ملي كتدخل للدار كتلقى راسك بوحدك، كتسمع ديك كلمه ماما بابا ما كتلقاش من تقولها. غير الاعياد غير الاعياد مثلا الاعياد الناس كيعيدوا حداك وانت كلشي حداك وانت كتصبح نايم حتى الجوج كتخرج كتمشي للبحر. في فيا انا شريه فيا ندير اي حاجه، ولكن المشكل شكون اللي شكون يقوموا لك، شكون يقيل لك، شكون يقدر لك، شكون صعب بزاف بزاف. انت ما كتفكرش شي حسني، ما كتفكرش دير اسره، انت دير اسره وعندك زوجه وعندك اولاد. انا كنفكر فيها ولكن اختها كتجيني صعبه، كنقرر بحال شي غنانه كتجي قدامي. لا اله الا الله. ودابا حاليا لا كتب الله كاين واحد السيده في الطريق، الى جاب الله تيتل معايا يا ربي يا ربي، الى جاب تيتل معايا في الطريق قال الله عز وجل والدعاء نتاعك عمي الحاج ما تفهمش الدعاء ديالك. انا ما طلب منك لا مساعده، طلب منك يحب الخير ودعاء الخير في سبيل الله عمي الحاج. يا رب بارك الله فيك السي حسني. علاش؟ الانسان كيعيش بدون والدين من الصغر ديالو. بغيت نعرف الاصل بالضبط، ما عرفتش شكون انا بالضبط، واش سوسي ولا شلحا ولا غرب ولا شرق ولا مشرق، ما عرفتش شكون انا بالضبط. يعني هذوك الناس اللي كنت عايش معاهم اش قالوا لك؟ واش هما تبنوك او الاول اللي عطاو اش قالوا لك لما سالتيهم شكون انا كيفاش جيت لعندكم؟ عطاوك شي معلومات شي اشارات؟ خير عن وثيقه القانون صحفقنا لقينا قدام باب الدار، ما عندك لا ورقه لا والو، بحال حطوك باب. وانا شكامي علاش كاين فيه هذا الراجل اللي كان اللي كنت عنده. اييه ربما تكون عنده علاقه شرعيه ومي ما تقبلش ذاك الراي نتاعها كامله، جابته الولد حطته قدام باب الدار. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لقاش حتى شي مع وصل تقريبا كيجيو الضياف تيبقاو كتطلع للصباح ما تخرجش تلغوتولك. يعني بحال ظروف الاعاقه في الدار عندهم ما تحملش، الا عندهم معاق في الدار بحال عندهم عيب، عندهم واحد الحاجه ما كايناش. فهمتي؟ لا اله الا الله. القوه وخدني الشجاعه وخدني كذا باش نوصل باش نعيف راسي، نعيف عليا في راسي ونوصل شي حاجه باش ندير في حياتي في مستقبلي. والحمد لله دابا من الحاجه كندير استاذ الموسيقى. مزيان الحمد لله مولاي، مزيان سي حسني الله يكمل لك الرجاء. سي حسني انا قلوبنا معك. بالنسبه للاخوان ديالي نكون في صدرك الامل، انا كنتمنى اي واحد يعرف شنو هو الفقر ويعرف شنو هو الفقر تحت السقف يدخل ديك صدرك الامل، يدخل ديك صدرك الامل. راه اكثر من 300 خلق مكفوفين معاقين ما كيشوفوش. والله عمي الحاج الا كانت ماشي شي اخبار باقي انا كنخرج نشري اي حاجه نشريها ناكلها، نبغي اي حاجه نلبسها، نبغي واحد عمي الحاج راه محروم. راه شي ما كيطلع عندك دير المنبر اللي تاع يقول لك راه محتاج بورتابل، والله بحال شي بيدو تاع قنطيطو عمرتي اكثر من القياس ديالو فاض. تيكون تيفقد الشعور ديالو، خصو يوصل خصو يوصل النداء ديالو. ماشي عيب ولكن انه احساس راه ما كيشوفش كيدير يخدم كي غادي وكتلقى الناس تيتعاملوا كبار وصغار. يعني حتى راه يستعد بالخدمه ما عندوش ديبلوم ما عندوش شواهد ما عندوش قرايه ما قاريش ما عارفش علاش الوالدين ديالهم ما عطاهمش حريه التعبير، ما عطاهمش واحد الحصانه واحد الادماج في الحياه نتاعهم يدمجوهم، يبحثوا كيدوا يوصلوهم باك المكفوف ما يطيحش في هذا الفخ هذا. علاش؟ حتى الوالدين عندهم عذر. السي حسني اشنو الحل؟ اشنو الحل في النظر ديالك؟ النظر ديالك هاد الناس المكفوفين؟ انا بصراحه الله انا كنقول المساعدات ما كافيهمش. المساعدات ما كافيهمش، طلبه المساعدات ما كافيهمش. انا لو كان تكون شي مبادره خير ونتضامن مع انا باش نتضامن معكم ونوصل انا ندعي ونشكي ونشكي باش نوصل للقانون الحكومه، نوصل للقانون ديال الدوله، ما نخرجش ميزانيه. كاين انسان عنده حق العمل عنده قدره على العمل، نعطيوه عربه متنقله. دابا حاليا كنعرف الناس ما كيشوفوش وكيبيعوا في عربه. كنعرف الناس ما كيشوفوش يدير طوموبيل معهم خدام كيمشي يبيع في الاسواق، كيبيع كوتربوند، كيبيع العطريه، كيبيع في الحوايج، ولكن هذاك القاد اللي يساعدوا ويساندوا. ولكن خوتنا في شجره الامل راهم صعبه 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 صعبه.
والله الا شي كيضحك. انا دابا واحد النقطه من الحاج شتي الخوف الى خطا الميديا الاذاعه ولا تشوف قوه الالتحاق وقت بزاف ولا تلقى قوه الالتحاق بزاف. علاش الميديا كينسيو نفس الحياه نتاعهم والهاتف تيكملوا من الحياه نتاعهم في اندماج مع مع اخاهم. والله دابا كانوا كيهضروا ويتواصلوا بعضهم بعض ويتحنوا بعضهم بعض كتلقاهم مكتئبين. راه بالدار يحمس قتل كيهوز لا موت يقدر يشرب شي دواء يقدر. علاش ما عندوش باش يتلاها ما كيشوفش كان يلغز. انا براسي ما كنتش نخرج كنتحدى الحياه كنخرج بالبوطون تحت فوسي ركع طوموبيل باش نوصل داك الشيء اللي بغيت نوصل له من الحاج. واحد اخر ما يقدرش. علاش سيرتو البنات سيرتو البنات الحاج راه صعب. علاش لا قدره لا فهم. دابا حاليا ما بغيتش نبان لكم كتقول ناخذ كعيب ما تقبلهاش. علاش اللعوب فعلا عروض الزواج عندهم ضعيفه جدا. وانا حضرت بعض الاخوات الكوفات بغاو يتزوجوا وحتى لاخر لحظه وما ما كملش الطريق لان كيلقاو العائله كيعترضوا كيقول لا داك ما تقدرش. انا باسكو كنت كنشوف وبغيت ما كتشوفش ما نعرفش المهم الدار ديالي انا كنت بغيتها بغيت الجنه ديالي ديالي معها تكون مع ديك المراه تنقول عينيها. علاش ما عندوش حق راه خطنا واخا خلقنا من نسيه واحده واخا خلقنا من اجواج عمي الحاج ماشي غير ما كتشوفش اللعوب في الزنقه او كيشوفش نعيفوه او مريض من المراه ما كيمشيش لا لا نضمنوه نساعدوه نتقربوا له نحسنوا به. علاش؟ الله عطانا الاحسان والدين والمعامله ما جيت الله خلق الدين خاصك حتى المعامله معاه. هذيك المعامله خاصنا نديروها كيفاش الدين ما كاملهاش ولكن درنا المعامله وتعاملنا مع الاخوان هادو وضمنا معاهم لقاش كنا ميتون. كل من عليه فان ويبقى وجه ربي ذو الجلال والاكرام. علاش؟ راه كنا غادي نموتوا ما بالك نلقاو الله شي عام شي عام الجاري يخدم لك طول حياتك. عمر لي كوت بونكير ديال 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 الاخيره ما تعمرش كوت بونكير ديال الدنيا. علاش غينتها؟ فعلا راه غينتها. انا كنعرف كنعرف ناس نيسوين بزاف عندهم حق شحال من واحد نعرفوه مات مات وخلى كوت بونكير ديال الدنيا عامر ما داش معاه. فعلا وتخيل معايا فاش كيموتو كيدي معاه كفن بلا جيوب حتى بغى يدير شي باسبور ديالو ولا شي ورقه شي فلوس ما عندوش فاش يدي لهم. راسه معقود من الفوق ورجليه معقوده من التحت واجسامه مترابطه بالاحبال من النص ديالو من الجدار من صدره كي غايدير شنو غايجبد؟ لا غير يموت شنو غايقول له؟ شنو غايوصل له؟ علاش ما نضمنش مع الكوفين كامل؟ علاش؟ الكوفين كامل علاش ما نضمنش معاهم؟ ماشي حيت انا ما كنشوف انا كنحس بهم انا واحد منهم انا كنحس بهم اكثر كيحس بهم شي واحد لاقاش انا عشت معاناه عشت بزاف الحوايج ولكن هما تلقى لي عاش مثلا اكثر راه ماشي الا بغى شي واحد يخرجو بغى يشوف شغلو ما لقاش يخرجو غادي تعد غادي تغري غادي يبطل الشغل ديالو. انا الكوفين عامل حاج والله الا عايشين معدلين والله الا عايشين معدلين. الا كان شي واحد مرتاحين قول له غمض عينك 24 ساعه وتمشى قدر كي بغيتي وما تصدم حتى شي حاجه واجه الحياه كما واجهناها معايا هما رايحين محلولين ما كيشوفوش ما بالك انت كتشوف بها غمضها وخرج بها في الحياه ما تخرجش. والله لا اله الا الله. كاين اللي عنده مراه حامله كاين اللي عنده ولاد مزوجين كاين بعدا كل خونا في الاله هو دابا مثلا تحمل جوج ديال الدراري صغار واحد معاق كنتواصل مع تقريبا يوميا سي عبد الاله مسكين رجل مكافح مات ليه المراه وخلات ليه الوليدات. شتي كوكت ساعات كنت نهضر معاه البارح ولا كيضحك مفتخر براسو الحمد لله وشكر ربي يزيدو فضلو رجل مؤمن مؤمن ولكن كاين ناس خويا من الحاج راه كيتصابوا بالبطء راه كيتشعبوا بالشيامه ديال النفسيه كاين اللي مرض نفسي من الحاج ما تيبينش راسو كاين اللي غنقرا ما تيخرجش عاش في ظلام الدار ظلام ضوء البصر. والله عمي الحاج لو كنت شوف الحي نتاعهم كيدير راه نقول كل من واحد يدخل شاشة الامل ويشوف المعاناه ديالو. هاد شاشة الامل راه رحمه خلي حلوه خويا جواد كانها رحمه لما ماشي من المبصرين المكفوفين ولكن المبصرين ياخذوا تجربه ياخذوا واحد العبره ياخذوا واحد الامكانيات خاصه ويدخل شاشة الامل باش يشوف ذاك الناس كي عايشين واحد ما يكون هو من ذوك المكفوفين واحد ما يكون تكون هذيك من ذوك المكفوفين شنو المستوى ديالو؟ فقد البصر لا شيء. انا كنعرف استاذ ديال التعليم خاص من هذا العالم الموسيقى والله كان كيشوف في حديث سير فقد البصر ديالو. الله يرحم ضعفنا فين الطوموبيل الله يرحم ضعفنا هذا هو المشكل. الانسان الله كما قلت الله يرحم ضعفنا ورحموا بعضنا بعض ورحموا الكوفين هادو والدنيا ثانيه من الحاج والله الدنيا لا ثانيه بكل ما فيها كل من ثاني من الزينة واولاد واموال وجمال كله عليها فان ويبقى دور 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 جليل دور دور ربي دور جليل وكرم. رحموا احنا هاد الناس هادو عمي الحاج رحموهم حتى ميتين ميتين باش هاد الاعمال حدا خويا جاود كشجره ياخذ منها واحد الثمارية لا داخل لك شجره ودار واحد الثمره كلها فمو هيا ذوق الحلاوه هاد المكفوف هيا ذوق الحلاوه هاد المكفوف شنو كيعيش تمايا ما جاتوش كالا راساتو راه كاين اللي ينقد راسو وكاين اللي ما ينقدش راسو كاين اللي وصل لفين بغا وحبس كاين اللي ما وصلش خطا عمي الحاج في خطره كاع
انا ماشي قلبي عامر لا انا تربح ايوا كنتسنى الفرصه ديال الحاج غير باش تدعي معايا تقول لي يا ربي يفتح لك ابصار ويفتح لك ابواب تشوف لي والديك ديالك والله ما بغيت منك لا فلوس لا ما لا جا ما غير الرحمه ديالك عندي واحد الطلب بسيط يا مولاي اي واحد السيد بغيت نعاود لك الصوره ممكن تغوت لي في التليفون انا غنسجل التليفون ديالك السي حسن في الاخر في 41 ياك مولاي لا انا ديالي انا نعطيك التليفون ديالو هو ويتواصل معايا ونعطيك التليفون ديالو وتواصل معاه واخا واخا ان شاء الله نتواصل معاك ونعطيك الرقم ديالو علاش شحال مستعجله حاله مستعجله واحد السيد كيرغب فيا ويزاوب عطيني رقم التليفون ديالو ما قدرش هو يهضر معاك ولكن بغيت انا نهضر معاك بلاصتو نبعثو من بعد عطيني رقم التليفون ديالو وانت تواصل معاه من الحاج والله يكثر خيرك والله يسكنك في جنة الفردوس اللهم امين يا رب بارك الله فيك الله يرحم الوالدين ديالك والله يخليك اللهم امين ثمرة ثمرة عالية عالية وغير نشمو الريحة ديالها ما ناكلوهاش غير نبقى نشمو ديك ريحة الازهار منك عمي الحاج بركة وتعالى نكون كاملين والله يسعدهم والله يكون معاهم ونخطب للمحسنين يا رب العالمين ما بغاو منكم والو غير يساندوهم ما تعطيه ما تعطيه فلوس غتسالى له تعطيه بورتابل غيخسر له وبغيت غير تساندو غير تهضر معاه غير تذكر معاه غير تدخل القناه ديالو غير تشجعو غير تضامن معاه ما باغي منك والو باغي غير رحمه الله وباغي غير نبج معاه ويحس هو بلي راه عايش في المجتمع ماشي خارج المجتمع حيت انا معزول وكذا معزولين عند الله ضيوف الرحمن انا كنت كاين عند الله ضيوف الرحمن عمي الحاج بارك الله فيك سي حسني شكرا لك مولاي والله يرحم الوالدين الحاج والدعم معايا والدعم معايا الله يرحم لك الوالدين اعزك الله الحاج والله يخلينا بركه يا رب شكرا لك سي حسني شكرا لك وديننا نبقاو نتواصلوا معاك ونسمعوا لك لكن هناك مكالمات على الخط غتبقى تنتظر اولا سي حسني كنشكرك على هذا الروح الايمانيه والروح الربانيه والروح الانسانيه اللي فيك رغم الظروف الصعبه يعني انت قصتك قصه صعبه جدا داكشي اللي قلت لينا مؤثر يعني انسان فتح عينيه على الوجود لقى نفسه بانه مكفوف وانه جسم صغير موضوع على عتبه دار ديال الغرباء وقالوا لي بان احنا ربيناك وتعاملوا مع معامله شويه ما فيهاش الرحمه والعطف ومع كل هذا كافحتي واستقلتي بنفسك وقريتي واجتهدتي انت انسان عصامي انت الحمد لله انسان مبارك وانا كنظن بان السر ديال القوه اللي عندك جات من هذه الصور اللي كتقراها سوره الضحى وسوره طه هادو صورتين عظيمتين اللي عنده الأمراض النفسية اللي كيشعر بالضعف بالهوان يواظب على قراءة سورة الضحى وسورة طه وغادي يلقى واحد القوة إيمانية لأنهما أصلا نزلتا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعاني الأمرين تو كان يتيما سيدنا النبي وكان فقيرا وربنا عز وجل أمره بالتبليغ قال لي فاصدع بما تؤمر والناس رفضوه وقالوا هذا مجنون هذا ساحر هذا كاهن هذا طالب دنيا وأكثر عليه في الطعون وآدوه كثيرا فنزل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قيل طه واسمه من أسماء النبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قالوا للمشركين ربي عز وجل أراد أن يعذبك فأنزل عليك هذا القرآن وأمرك بهذه الرسالة لتبلغها وجعل لك الصد والرد ليشقيك هذا الدين كله للشقاء فنزل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى آخر الآيات هذه السورة هذه اللي كيقراها وبخشوع كيعطي الله تعالى المناعة النفسية كيعطيك الله تعالى التفاؤل كيعطيك الله تعالى الرحمة وكذلك سورة الضحى رأي ما ودعك ربك وما قلى لم يترك ولم يهجرك وإنما ولا سوف يعطيك ربك فترضى شكرا لك السي حسني الله يعاونك اللهم تعالى يرفع الدرجات ديالك اللهم تعالى يقوي إيمانك اللهم تعالى يلاقيك مع الأخيار والأبرار اللهم تعالى يظهر الحقيقة وتكون حسنة وتفرح بها ويعطيك الله الزوجة الصالحة والذرية الطيبة ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم نتحول من الرباط إلى إقليم سلا معنا لالة بديعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سيد دكتور قريبا
حياك الله لاله بديع، اهلا وسهلا بك لاله. انا كنت كنتواصل معك شحال هذه الاخت الاستاذه اللي كنا شفناها النبي صلى الله عليه وسلم. اي اهلا بديع، اي بدا اول حاجه غنعتذر منك، انت مقبول انت كنتظري في الخط مع ديره، كنا مع السي حسني مع ديره بعدا انت صباره، جزاك الله الف خير. اي اهلا بديع، لا اله الا الله، عندي مشاكل كثيره. الله يفرج عليك مولاتي، الله يفتح عليك بيض الخير السي الدكتور، الا ما خد نمرتي وعيط لي انا عندي ما نقول بزاف. لا اله الا الله، نستافد منك دابا لاله بديع، بزاف وما نقدرش نقول لك كل شيء ديال في الراديو. واخا نقولي اهم الاشياء باش تكون الفائده عامه مع الناس كلهم ان شاء الله ولا في العموميات. عندي مشاكل ديال ازمه وكانت وعندي يعني ما في ما استطعتيش، ما عندي لا محسنين كناخذ من عندهم ولا شي حاجه دخلت عند عليا، يعني عايشه مع امي، راه كنت عاودت لك على الوالده ديالي. اياه مسكينه، اياه لا اله الا الله، وعندها شاشات العظام غير منعسه في الفراش، ما انا اللي كنطيب، انا اللي كنشقى، انا اللي كندير كل شيء اللي في الدار. رغم انك مكفوفه كتدخلي للمطبخ تشربي الغطا. والله العظيم السي الدكتور الا هي حدايا، انا اللي كندير كل شيء للوالده. جزاك الله الف خير. واختي مسكينه كتجي تطلع علينا، كتجي تتحيي الراحي معنا وتتمشي، اما الخوت الاخرين كل شيء حتى واحد ما تيطلع على الوالده. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا انا ما عنديش يعني ما عندي لا مدخول لا حتى شي حاجة. انا كنحفظ القرآن غير بتليفون عادي. لا اله الا الله. تليفون عادي وكان ما كنقدرش بزاف تنطول نرجع الآية، تنطول فيها بزاف باش نرجعها وانت عارف. بديعة قريب لا تعيط ليا، بغيتك تعيط ليا. الله يستر عليك، الله يفتح عليك ديبا الخير. واخا لاله بديعة باذن الله ناخذ الرقم الهاتفي ديالك، نطلب من اخي سامي ان شاء الله. الله يحفظك لاله بديعة، الله يفرج عليك، لا حول ولا قوه الا بالله. ناخذ الرقم ديالك، وكنقول واحد الشريف تواصل معنا البارح من مراكش اللي كان حكى لنا واحد الظروف صعبه، وقال لنا والله ما لقيت ما ناكل. كنقول الحمد لله رقمك اعطينا لواحد السيده شريفه من اهل مراكش، وان شاء الله تعالى راه تكفل به باذن الله الواحد الاحد. واحده المراه طيبه شريفه بلا ما نقول الاسم ديالها، ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منها. وحنا كنديروا واحد السبب والكمال على الله عز وجل، نلاقيو هذا مع هذا، نلاقيو هذا مع هذا، لعل ربي سبحانه وتعالى يغني الجميع. سبحان من سخر هذا لهذا، سبحانك سبحانك ما اعظم شانك. وكنتمنى ان اهل الخير انهم يدخلوا لهذيك القناه اللي وضعها اخ جواد، قناه هلال للمكفوفين وشجره امال للمكفوفين، باش يطلعوا على الاحوال ديال الناس ويساعدوهم مباشره، يساعدوهم مباشره بدون اي واسطه. وإلا كان شي حد من هكذا من هذا النوع، حنا غنكون الدور ديالنا اننا نبدلوا الهواتف ونتلاقوا مع اهل الخير ونقدوا لهم الامور اللي قدرنا عليه. دابا مشينا في واحد العدد ديال الهواتف، نقلنا مجموعه ديال الناس في مختلف المدن المغربيه باش يحفظوا القران العظيم في هذا الشهر الفضيل. كنبداو اللائحه الاولى، اللائحه الثانيه، اللائحه الثالثه على قدر ما نستطيع، ونطلب الله سبحانه وتعالى يبارك لكم جميعا. الله يبارك لكم جميعا، اللهم تعالى يغنيكم جميعا، واللهم تعالى ينزل العفو وينزل الرحمه في القلوب. وفي انتظار ان شاء الله تكون واحد مبادره على المستوى الحكومي، ان يكون واحد النظره شامله فيها الرحمه، فيها الرأفه، فيها العطف لفائده هاد ابناء الوطن، هادو اخواننا وابناؤنا وبناتنا. كما قال السي حسني قبيله، قال لك لولا هاد الانس في الاذاعه البعض راه كيتصاب بازمه نفسيه ربما قد يمشي للانتحار، ولكن هاد الاذاعه هي النص ديال المناعه النفسيه ديالهم، والنص الثاني هو في التواصل الهاتفي بعضياتهم، هذاك الهاتف كيساعدهم التواصل فيما بينهم والتعارف، وايضا كيديروا مجموعة مبادرات من أبرزها حفظ القرآن الكريم فيما بينهم، كيحفظوا كلام الله تعالى وكيردوا على بعضياتهم، كيتواصلوا، كتكون نافذة نحو المجتمع في انتظار إن شاء الله تعالى. نطلب الله يوفق المسؤولين، نطلب الله سبحانه وتعالى يلهمهم الصواب، نطلب الله تعالى يعطيهم القوة والمدد المسؤولين ديال هذا البلد الأمين باش يفكروا تفكير جيد ويتخذوا مبادرات استعجالية
لفائدة هذه الفئة من أبناء وطننا العزيز باش حتى هما يعيشوا في أمن وأمان وسلم وسلام. يقدر يكون غلاء الأسعار ونتحمله، ولكن لا نتحمل أننا نجد أناس يتعذبون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.